الدعاء. يقول عبد الهادي القرني يقول مع نزول الأمطار في هذه اللحظة في محافظة بلقرن، وكما تعلمون أن الدعاء مقبول مع هطول الأمطار، فإنني أدعو الله أن يسعدكم جميعا كما تسعدوننا وتقدمون كل مفيد للمتابعين. وحنا نقول الله يسعدك أخوي عبد الهادي ويرفع قدرك ويبيض وجهك في الدنيا والآخرة. يقول صالح الشبرمي عندما تشارك وتجادل وتكتب ما طاب لك خلف اسم مستعار فأنت مجهول الحال ومجهول الاسم، وكلامك مردود ونقدك مفقود وكلامك لا يقدم ولا يؤخر. كلام سليم يا شيخ صالح، والله أنك بطل. نورة العتيبي السادة نورة تقول الحديث الذي يقصده أبو حسان عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره. هذا الحديث الذي ذكرته تقول متفق عليه. MMR تحمد الله عز وجل على الأمطار وخيرها، ما شاء الله مشاركات مستمرة من MMR. صالح شبرمي يقول شاعرنا المميز سالم المري عندما يطقطق بيديه وتسمع طرقعة الأصابع تعرف أنه سوف يحلق عاليا في سماء الإبداع. صحيح الكلام؟ يا سلام. بنت محمد تقول حي الله أهل الطيب والكرم، حي الله حي الله بالمكارم. الحمد لله أنعم الله علينا بالعطاء والأمن والأمان والخير، الحمد لله يا رب لك الحمد. عبد العزيز البحير يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. يقول البعض، شوف عبارته جميلة، هي لك بس ولا لغيرك، كانها لك ما شاء الله تبارك الله. يقول البعض يغيثون الناس كالمطر، وآخرون يضللون كالشجر، وبعضهم كالصحراء، مهما زرعت فيهم لا وفاء ولا ثمر. فالله يقول عاد الله يسعدكم ويسعدك يا ربي. يلا هدى تقول عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان. نعم عاش، الله الله يمتعه بالصحة والعافية ويبارك فيه ويبارك عليه، وأسأل الله عز وجل أن يرفع درجاته في الدنيا وفي الآخرة. تراه يتعب، تراه يجهد، تراه يبذل، تراه يشيل هم، ترى عنده من الأمور أقسم بالله شيء عجب، حنا ما نعيشها لكن هو يعيشها والعاقل يدركها. أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك رفعة له في الدنيا وفي الآخرة، هو ولي عهده وجميع أبناء آل سعود الذين قدموا وأعطوا من ملوك سابقين ولاحقين. أسأل الله أن ينفع بالجميع. أم نواف ترحب بالغيث، أيضا الشبرم يرحب بالغيث مثل ما ذكر أبو الله يسعده أبو صالح يوم أنه تكلم عن الغيث. هدى تقول تستاهلون المدح، أسأل الله أن يسعدها. يا سلام يا سلام. يقول ناصر الشيحان تستحق النقاش عبر برنامج. أم ريماس أيضا الله يسعدها ويبارك فيها، شكرا على حسن ظنك، الله يسعدك ويرفع قدرك يا ربي. يا الله أبو البراء هاشم بجاش من اليمن يقول مرحبا بالأكارم، وصحيح أبو عبد المحسن سجعك لن يسعدنا، وسجعك لي قبل أسبوع رسالة شلون لن يسعدنا، ما تجي ذي ما يعني زبطها، ما أنا عارف إنه مختبي بس أنا لازم أسوي له شو خليها تمشي كذا ما يصلح. شلون يا بجاش ما يصير يعني لن يسعدنا، يعني أنت زعلان الحين من يقول هل ترغب إني أنحاش من السجع يا ابن بجاش؟ علمني علمني أنت على أساس تكون في الصورة. بعضهم لغتهم كذا، بعضهم كذا يعني تسألها مثلا على سبيل المثال والله أنا ما ينفي شيء في اللي يسمعها جديد يحس أنها نافية، وهي لغة عندنا في تهامة العام في تهامة عسير إنه يجيب الماء النافية اللي جديد ما يسمع، تراني ما أسمعك، نعرفها كلنا انك ما تسمع لكن معناها اني اسمع، تراني ما اشرب، تراني ما اشوف، يعني اشوف. وهي لغه موجوده عندنا في اتهام تعسير خاص. وفي اليمن نفس الكلام قد يكون اذا كان من الحديده فهو على منطقه تهاميه ممكن لغه تهامه. يا سلام يا سلام. ها نفي يعني يقول فين انت؟ قال انا ما اكل وهو ياكل، لكن معناه كلامه انه ياكل. انا ما اجيك، ما اشوف، انا ما اسولف مع واحد. اذا قال ما ابغى، ما ابغى ما عاد لها ما هذه. هذا ايضا في القران لا اقسم بيوم القيامه، بعضهم قال نافيه وهي ليست نافيه وانما تاكيد. نعم. تاكيد نعم. طيب هذه طيف تقول مساء الخير للجميع، ونحمد الله رب العالمين على هذه الامطار، ونبشركم ما في وادي ما سال تجري ونبشركم ما في وادي ما سال تجري الوديان. وين فيه يا طيف؟
علمينا حددي لنا وين في السيول دي فيه. ما سأل تقول ما سأل. إيه هذه هذا عبد الله المهيدب، عبد الله المهيدب مغرد يقول بسم الله نبدأ التغريد ونطرح كل أمر مفيد ونغني بأحلى نشيد مع الجمهور الفريد. المهيدب كاتب هذه في بيته أمس قاعد رايق كذا كتبها. يقول صالح الشبرمي حبذا لو يضع المستشار الشيخ بدر السلمي هذه المشاكل في كتيب مع حلولها، فايش رايك في كلام جميل نقول له لا معصي لا بإذن الله بإذن الله. أبشر أبشر يا شيخ صالح.